نعم، يعني بطبيعة الحال بتصريحات بوتين أنها ليست المرة الأولى التي تلوح بها موسكو في عصا النووي، ولكن قبل نهاية العام لاحظنا أيضا أن وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن تصريحات أيضا مشابهة وحول تفعيل الصواريخ ومنظومة الدفاع النووية الروسية. اليوم يتحدث عن صواريخ سارمت، ذلك لأن الغرب أيضا بالمقابل هنا يتحدث عن دعم مستمر لأوكرانيا، يتحدث عن استمرار الدعم حتى نصر أوكرانيا. لذلك التلويح بالعصا النووية ربما هي دائما تهديد روسيا المباشر للغرب، ولكن بطبيعة الأحوال أيضا إذا نظرنا إلى تصريحات كل من وزارة الخارجية ونائب وزير الخارجية أو نائب مجلس الأمن الروسي يتحدثون عن أن روسيا ملتزمة بالعقيدة النووية الروسية، وأنها لن يتم استخدام السلاح النووي طالما أن هناك لا يوجد تهديد مباشر من قبل الطرف الآخر أو الجانب الذي يحاول دائما أيضا الضغط على روسيا، ولا يوجد أي تهديد أمني مباشر للأراضي الروسية. لذلك هذه التهديدات ربما هي دائما نوع من التخويف والتهويل والبروباغندا الروسية التي ربما تشعر الآخر بأن روسيا جاهزة لكل السيناريوهات المطروحة، وخاصة مع انتهاء عام كامل من الأزمة الأوكرانية وعدم تحقق أي من المكاسب الروسية أو حتى مكاسب من الجانب الأوكراني. نعم آية. كما يسأل البعض وأيضا الشارع الروسي يعني على لمدة عام كامل، اليوم نتحدث عن ما الذي حققه الجانب الروسي؟ يعني إذا نظرنا تماما آية، يعني كما تحدثت أن حتى الآن لا يوجد أي محاولة أو أي تقدم من قبل الطرفين، يعني فلذلك التلويح سيكون بالنووي ربما بشكل متزايد في العام القادم، لأن نحن نعلم أن روسيا وضعت عدة شروط منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 من فبراير الماضي، تتحدث بها عن ضمانات أمنية للأمن الروسي، تتحدث فيها عن تحييد ما أسمتهم بالنازية في أوكرانيا، وأيضا عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأيضا تحييد السلاح من الأراضي الأوكرانية. إذا شروط عديدة وضعتها، حتى اليوم لا يوجد أي شرط قد تحقق، وخاصة إذا لاحظنا أن الشرط الأخير الذي وضعته هو انطلاق هذه العملية بهدف حماية الدنباس. حماية الدنباس أي السيطرة على مناطقها، جعل المنطقة آمنة، لكن اليوم هي أشرس المعارك تدور في منطقة الدنباس، وحتى اليوم لا يوجد سيطرة كاملة روسية على أراضي منطقة لوغانسك ودونيتسك، وأيضا المناطق التي تم ضمها مثل الأخرى هي خيرسون وخاركيف، حتى اليوم لا يوجد أو عفوا زاباروجيا، حتى اليوم لا يوجد سيطرة كاملة روسية على تلك المناطق، رغم أن الإعلان تم في 30 من سبتمبر إعلان ضم هذه الأراضي، وحتى اليوم لا يوجد أي تحقيق كامل للقوات الروسية والسيطرة الكاملة على هذه المناطق. نعم آية. دعينا أيضا يعني نتحدث عن موقف دول الاتحاد الأوروبي حكومة وشعبا. حكومة يعني الموقف واضح، هم سيدعموا كييف لآخر لحظة كما قالوا وتحدثوا في التصريحات يعني، ولكن يعني اليوم الشعب بدأ يتململ من طول الحرب، يعني هناك أوساط ألمانية حذرت من استنزاف السلاح وعتاد الجيش الألماني لصالح دعم أوكرانيا، ما المتوقع إذن في الأيام المقبلة؟ يعني آية، أيضا بحسب الصحف والتقارير هناك غضب أوروبي شعبي واسع جدا، خاصة في بريطانيا التي باتت اليوم أيضا تقلل من بيع المنتجات الزراعية، يفرض على المواطن كمية محددة إضافة إلى الأسعار التي لم يعد المواطن يحتملها سواء في بريطانيا أو حتى في الاتحاد الأوروبي. أيضا في ألمانيا وضع الاقتصاد وخاصة بعد انقطاع إمداد
امدادات النفط الروسي الى المانيا من قبل روسيا. ايضا هناك وضع اقتصادي صعب، هناك فرض على بعض المصانع كيف يتم تشغيلها، ساعات التشغيل، والاتحاد الاوروبي والشعب الاوروبي غير معتاد على هذا النوع من المعيشه. لذلك في حال انفجار هذا الشارع سيكون هناك ضغط على الحكومات، وربما تكون وسيله لضعف الدعم العسكري المقدم لاوكرانيا، وبالتالي ربما ستلجأ واشنطن ومن خلفها الاتحاد الاوروبي الى فرض ربما نوع من الضغط على اوكرانيا للقبول بالجلوس على طاوله المفاوضات، وبالتالي هناك بحث عن الازمه او حل للازمه الاوكرانيه بشكل او باخر، سواء من قبل الاتحاد الاوروبي او من قبل ضغط شعوبه على السلطات في اوروبا وفي واشنطن وفي بريطانيا ايضا. نعم مرام، هناك ايضا يعني عددا من الصحف تحدثت عن خطه صينيه فيما يخص الحرب لاوكرانيا، هل نحن اليوم فعليا امام مبادره صينيه بالفعل لحل الازمه، ام بانها اليوم يعني تاتي للتغطيه على التحالف بين الصين ودول الاتحاد الاوروبي وواشنطن؟ نعم، بهذا الخصوص نيزافيزرايا غازيتا ركزت على نقطة محددة وربما هي لب الصراع الصيني الأمريكي. تحدثت أنه بحسب رأي الباحث ألكسندر لوكين أنه لا يعرف بالضبط ما الذي يحدث للأمريكيين، لماذا يثيرون هذه الضجة الكبيرة حول دعم بكين لموسكو، وبحسب رأيه أن موسكو وبكين ستتوصلان إلى بأن موسكو وبكين لن تتوصلان إلى اتفاقية مفتوحة، وفي حال وجدت هذه الاتفاقية فلن تكون رسمية ومن غير المربح بالنسبة لروسيا قطع علاقاتها أو تدهور علاقاتها مع واشنطن. في حال نظرنا إلى تصريحات كبير دبلوماسي الصين الذي وصل إلى روسيا والتقى بالرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي، يتحدث في تصريحاته عن أن الصين تسعى إلى ربما فرض أمن عالمي والحديث عن خطة سلام عالمية، ولكن لا يوجد أي حديث حول دعم الصين لروسيا سواء دبلوماسيا أو سياسيا أو عسكريا. كلمة دعم لم تطرح سوى في موضوع تعزيز التعاون الاقتصادي، تعزيز العلاقات الروسية الصينية، ولكن بشكل مباشر لا يوجد أي دعم صيني، وأن الصين تحاول أن تكون بمنأى عن ذلك أساسا، لأنها تمتلك علاقات جيدة مع موسكو وهي حيادية منذ بدء الأزمة ولم تفرض عقوبات على موسكو، وبالتالي أيضا تحاول أن تكون ربما في علاقات متوازنة أو متساوية مع واشنطن، لأن هناك علاقات اقتصادية قوية تربط الطرفين، وأن الصين هي المنافس الأول لواشنطن، كذلك واشنطن هي مصدر الخطر الأول للصين، لذلك تحاول دائما الصين تطيد هذه العلاقات بشكل متوازن بعيدا عن أي دعم عسكري يمكن أن تقدمه لموسكو. أيضا مرام، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة موسكو إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا، كيف يعني اليوم كيف ستتعامل روسيا مع هذه الدعوة الأممية؟ علما يعني مرام كما تعلمين وكما يعلم المشاهدون أيضا بأن هذه القرارات غير ملزمة. نعم، يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والكثير من الجلسات التي تم عقدها كانت الدعوة الأولى هي سحب موسكو قواتها من أوكرانيا عفوا، ولكن إذا نظرنا إلى هذه التصريحات أو إلى هذا الحديث فهو لا يوجد على أرض الواقع أي مؤشر يدل على أنه يمكن أن يحدث، وخاصة اليوم هناك تقدم في الشرق الأوكراني، معركة باخموت قاب قوسين أو أدنى، روسيا تسيطر على مناطق واسعة أيضا في مناطق أخرى وتنشر العديد من الأسلحة، واليوم تتحدث عن أسلحة نووية، تتحدث عن أنه كلما زاد الدعم الغربي المقدم لروسيا لأوكرانيا عفوا من قبل الغرب ستقوم روسيا بدفع القوات النازية بحسب تسميتها إلى الوراء.
أي أن الحديث على ما بعد الشرق الأوكراني وما بعد المعارك التي تحدث اليوم في باخموت وفي لوغانسك ودونيتسك. لذلك لا الحديث هي عبارة عن تصريحات للوصول ربما لاتهام روسيا بجرائم حرب، لاتهام روسيا بإطالة أمد الأزمة، ولكن روسيا مستمرة، وخاصة بعد تصريح نائب مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الذي تحدث عن أن اليوم تراجع روسيا هو أي تحويل روسيا إلى أشلاء. لذلك هذا التصريح لن يلقى استجابة ولا بأي طريقة من قبل السلطات في موسكو والقوات الروسية بشكل عام على الأراضي الأوكرانية. نعم آية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم.